بعد افتتاح قداسة البابا فرانسيس للمرحلة الأولى من المسار السينودس السادس عشر والمرحلة السينودسية الأبرشية وتلبية للنداء الذي وجهته بطريركية القدس للاتين، انطلقت المسيرة السينودسية في كل من القدس وعمان بحضور رؤساء الكنائس في الأردن وفلسطين وجموع غفيرة من رعايا الكنائس والمؤمنين. تفاصيل أوفى حول هذه المناسبة الروحية في التقرير التالي. شهدت الكنيسة الكاثوليكية الجامعة في كل من القدس وعمان انطلاق المرحلة الأبرشية لسينودس الكنيسة، ففي دير رفعت غرب مدينة القدس وبالتزامن مع الاحتفال بعيد مريم العذراء سيدة فلسطين، ترأس غبطة بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بيتزابيلا قداس افتتاح السينودس بمشاركة رؤساء الكنائس الكاثوليكية وحضور العديد من الكهنة والرهبان والراهبات وجموع غفيرة من المؤمنين من مختلف الكنائس والحجاج القادمين من داخل الأراضي المقدسة وخارجها. وفي عظة القداس قال غبطة البطريرك بيتزابيلا: نحن اليوم مجتمعون في هذا المزار المقدس في دير رفات في يوم الاحتفال بعيد أمنا مريم العذراء سيدة فلسطين لنفتتح رسميا مسيرة السينودس في الأبرشيات الكاثوليكية في الأرض المقدسة ضمن الإطار الأوسع للسينودس العام للكنيسة الكاثوليكية. وأضاف غبطته: نذكر أن إحدى المراحل وأكثرها حيوية في الكنيسة كانت سينودس الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة، والذي كان اختتامه في بيت لحم عام 2000 باشتراك كل الكنائس الكاثوليكية. فهذه الإفخارستية التي نحتفل بها اليوم لها أهمية تاريخية، ونحن نشعر بأنفسنا مثل التلاميذ المجتمعين في العلية مع العذراء سيدة العالم. Now, Pope Francis, we are gathered here because of the Virgin, first of all, because also Pope Francis wanted a synod for all the Catholic Church all over the world. اجتمعنا أولا كرمال العذراء، واجتمعنا أيضا كرمال إرادة البابا فرانسيس اللي طلب سينودوس عام لكل الكنيسة في العالم. أن نتجمع هون اليوم يعني أن نتجمع مع العالم كله. ليش البابا طلب السينودوس؟ ليش أرينا هذا الإنجيل اليوم؟ إنجيل تلاميذ عماوس. قداسة البابا بشد على فكرة كثير قوية اللي هي كالتالي: ككنيسة نحن لسنا مدعوون أن نكون جالسون بل منطلقون. السينودوس يعني ككلمة أن نمشي معان، السير معان. ككنيسة حبينا نعمل عدة أشياء في هذا السينودوس، وأولها أن ننطلق. ككنيسة علينا أن نخرج وأن ننطلق. يمكن 20 سنة بعد السينودوس اللي سويناه عادنا وبطلنا نفكر إنه بدنا ننطلق. اليوم بجوز لازم نبلش نعمل إعادة تفكير كيف ممكن ننطلق من جديد، إيش اللي ربنا بده إياه منا اليوم. الشغلة الثانية إنه لازم ننطلق مع بعض كجماعة،
الإيمان المسيحي هو مش فقط إيمان شخصي بل إيمان جماعي. فهذه اللحظة اللي احنا عايشينها لحظة كثير مميزة وحلوة حتى نعبر عن إيماننا الجماعي. في إنجيل أماوس ممكن نشوف كمان مسيرنا احنا الشخصي، ايش بدنا نعمل احنا. التلميذين تركوا أورشليم وكانوا خيبانين أمل، كانوا حزنانين وكانوا تعبانين وحتى كانوا خيبانين أمل بيسوع. بلتهم يسوع في الطريق وحتى إذا ما عرفوه قلبهم بلش يتغير، صار مختلف. فبالنهاية لما عرفوه في كسر الخبز مباشرة رجعوا على أورشليم عشان يعلنوا للرسل إنهم التقوا مع يسوع. وفي الأردن ومن خلال قداس إلهي مهيب أقيم في عمان، أطلقت الكنيسة الكاثوليكية في الأردن المرحلة الأولى من الإعداد الأبرشي لسينودس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، والذي يحمل عنوان من أجل كنيسة سينودسية، شركة ومشاركة ورسالة، حيث ترأس النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر القداس الإلهي في كنيسة العذراء الناصرية في منطقة أصويفية في عمان، بمشاركة مطران الروم الملكيين الكاثوليك كير جوزيف جبارة والقائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المونسنيور ماورو للي ورؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأردن وعدد كبير من الأباء الكهنة والراهبات وممثلين من مختلف الجمعيات والمؤسسات الكنسية وأبناء الرعاية الذين قدموا من عدة كنائس للمشاركة في هذه المناسبة الروحية العطرة. خبزنا وخمرنا من ثمار الأرض نقدمها لك قدسها يا وفي عظة القداس قال الأب خضر إننا نجتمع اليوم حول أمنا مريم وفي ظل حمايتها، معلنا في كلمته انطلاق السينودس في مرحلته التحضيرية الأولى استعدادا لسينودس الأساقفة الذي سيعقد عام 2023. وأوضح أن السينودس هو مبادرة فريدة من قداسة البابا فرانسيس ورغبة منه في أن تشارك الكنيسة بأسرها في السينودس العام، خاتما عظته بطلب الصلاة من الجميع والإصغاء لكلمة الله والإصغاء لبعضنا البعض وعدم الانغلاق على ذواتنا، بل علينا أن ننطلق إلى العالم وأن نقوم بالرسالة التي يتطلبها إيماننا في خدمة الكنيسة والمجتمع والوطن. عنوان هذا السينودس هو من أجل كنيسة سينودسية، شركة ومشاركة ورسالة. كلنا نعلم معنى كلمة سينودوس، معناها أن نسير معا، السير معا، هذا هو طابع الكنيسة من أجل أن نبني شركة فيما بيننا ونشترك مشاركة في حياة الكنيسة وأن نفكر معا في رسالة هذه الكنيسة. المطلوب منا جميعا أن نبدأ بالتفكير معا، رهبان، راهبات، كهنة أيضا، القريبون والبعيدون، لنلتقي، لنفكر معا، لنصلي معا، ولنجتمع في ضوء كلمة الله حول مشاركتنا في الكنيسة. الكنيسة كما قلت ليست الكهنة والأساقفة فقط، بل جميع المؤمنين، وقداسة البابا يطلب منا أن نصغي إلى صوت المؤمنين. دور كهنة الرعاية هو تنشيط المؤمنين والإصغاء إليهم حول دورهم في الكنيسة، ما يسعون إليه، ما يعانون منه، ما يحلمون به، كيف نكون في كنيسة شركة معا، كيف نعبر عن هذه الشركة بطريقة فعالة داخل الكنيسة ليشعر الجميع ويعيش الجميع
كعضو فاعل في الكنيسة. هذا ما نصبو إليه، أن يشعر الجميع كل في مكانه، كل بحسب المواهب التي منحه إياها الروح القدس، كل في بحسب مسؤولياته أن يكون عضوا فاعلا في الكنيسة. وبعد القداس الإلهي توجه الجميع إلى باحة الكنيسة في لقاء ودي وأخوي لتبادل السلام والتعبير عن المحبة بين الجميع.